موضوعنا هو البي تي سي هاش. نعم هذا الموقع رائع، نعم لقد قمت بالاشتغال على نفس الموقع أكثر من 4 أشهر وسأريكم ذلك. انظروا هنا، تأكدوا معي نعم عبر هذا الموقع شبيه له، يعطيك الأرباح كل 60 ثانية. نعم انظر هكذا، سأريكم إياه. انظر هكذا الأرباح كل 60 ثانية من موقع بي تي سي كلوك، لكن هذا الموقع اسمه بي تي سي هاش. نعم فائدة رائعة من هذا الموقع، الأرباح كل يوم ب 3.84% يوميا. شيء رائع يا إخواني. هذا الموقع السابق لقد اشتغلت عليه أكثر من 3 أشهر 4 أشهر. نعم وللعلم ليكون في علمك أن الموقع الآخر كان يعطيك بونص حتى الآن. اشتغل على هذا الموقع واكسب منه مدخلك اليومي عبر طريقتي الخاصة، استغلال المواقع والربح منها. علموا الموقع رائع والله إخوان، الموقع رائع وصادق. تلقى تسجيل فيه. السلام عليك إلى الضغط على الرابط الذي سوف أسفل هذا الفيديو. الحمد لله نحن نتعاون مع بعضنا البعض وقدر المجهود التي نقوم بها. الحمد لله سوف تنبعث إليك واجهة عبر الشكل التالي. لاحظ معي كل شيء يا اخي. هنا هو يعطيك يوزر نيم خاص بك، هذا اليوزر نيم قم بحفظه. نعم سوف تجدوه في الايميل الخاص بك ان شاء الله. هنا تقوم بوضع هنا الايميل، هذه لا تفعل فيها اي شيء، خليها كما هي، خليها كما هي. هنا الباسورد، ما تكتبش الباسورد. هنا الريجسترون تقوم بالتسجيل. نعم سهل، سهل جدا. عندما تقوم بالذهاب سوف تجد انه وصلتك رساله عبر الشكل التالي، هذا هو اليوزر نيم الخاص بك. نعم تقوم بلصقه وثم تقوم بعمله هنا في، سأريكم اين هو. نعم عبر الشكل التالي، ثم تقوم بوضع هنا اليوزر نيم ثم الباسورد الخاص بك ثم لوغين، وانت قمت بالتسجيل عبر الموقع. سنقوم بالضغط ويش حسابنا عبر الشكل التالي هكذا. انظروا يا اخواني، منذ قليل قمت باستثمار 20 دولار في الادفيكاش. هذا الموقع يقبل الادفيكاش، البيرفكت موني والبيتكوين. احسن موقع حتى الان، استغلوا يا اخواني والله يا اخواني، الموقع صادق ويدفع. انظروا الى الارباح كيف اتوصل بها كل 60 ثانيه ليكون في علمكم. انظر هنا، لم تبقى الا 6 ثواني 5. انظر هنا الارباح لقد انضافت، الحمد لله والله يا اخوان الموقع رائع. لكن عندما تقوم بالدخول الى الموقع، اولا عليك ان تاتي الى هنا الى السيتينغ. نعم عبر الشكل التالي هكذا. هنا تقوم بوضع هنا البيتكوين، انت سوف تشتغل على البيتكوين، قم بوضع هنا انت سوف تشتغل على البيرفكت موني، قم بجلب البيرفكت موني الخاص بك وضعه هنا. هنا الادفيكاش، قم بجلب الاي دي الخاص بالادفيكاش، ليس الهوت ماي، الاي دي. نعم الاي دي الدولار سوف تجدوه في المحفظه لديك في الادفيكاش. هنا ضروري اذا اردت استعمال خاصيه نعم اونتنتيكاتور، احسن خاصيه للحمايه يقبل هذا الموقع. هذا الذي اعجبني في هذا الموقع والله يا اخواني، الحمايه رائعه عبر هذا الموقع. لكن انا اقول لك ان الموقع سوف يشتغل على ما اظن انه على ما اظن كما الموقع السابق اشتغل 4 أشهر. اعلم نحن سوف نقوم بالعمل عبر طريقة الاستثمار في هذا الموقع سهل جدا، ما عليك الا الضغط هنا. مثلا اتريد الاستثمار ماك ديبوزيت، الحد الادنى للاستثمار عبر البيتكوين هو 0.005 يا اخواني. تقوم بعمل كوبي عبر الشكل التالي هكذا، وتذهب الى المحفظة الخاصة بك في البيتكوين، ترسل لهم اكثر من هذا العدد او هذا العدد او اكثر من هذا. لكن كلما كانت استثمارك كبير كانت ارباحك اليومية كبيرة، لأن الموقع يعطيك أرباح 3.84%. على العموم طريقة الاستثمار عبر البيرفكت موني هو 5 دولارات فقط. البيرفكت موني 5 دولارات فقط يا إخواني. تقوم بأن نقر هنا لا ريفيل وايت بيرفكت موني ثم ماك بايمنت، ثم تقوم باكمال الخصائص وانت قمت بالاستثمار على هذا الموقع. الادفيكاش عبر الشكل التالي هكذا. من تريد استثمار مثلا عبر الشكل التالي هكذا 20 دولار او 100 دولار او شيء من القبيل، اذا استثمرت 100 دولار 3.20 دولار سوف تاتيك يوميا يا اخواني. هذا هو الرائع عبر هذا الموقع. تقوم بان نقر على ريفيل وايت ادفيكاش عبر الشكل التالي هكذا. هو يقوم بادخالك مباشره الى بنك الادفيش، ثم تقوم بان نقر على هذه الخاصيه ثم كونفيرم وتقوم بالاستثمار عبر هذا الموقع. سوف تجدها موجوده هنا. نعم الاستثمار بالبيرفكت موني والادفيكاش تجدها مباشره الى هنا. اما بالبيتكوين يتطلب بعض التاكيدات ثم تصلك في الحساب الخاص بك. الارباح كما قلتها يوميا يوميا تتحصل على أرباح كل 60 ثانية، شيء رائع. انظروا إلى الأرباح كيف تزداد يا إخواني، الحمد لله. والله يا إخوان الموقع رائع وصادق، قوموا باستغلاله. نعم، استغل هذا الموقع في فترة 3 أشهر أو 4 أشهر كما استغلنا الموقع السابق البي تي سي كليوك يا إخواني. صراحة هذا الموقع أعجبني جدا، استغله واستفيد من 3.84%. على العموم كان موضوعنا هو البي تي سي هاش يا إخواني، سوف أثبت لكم مصداقيته إن شاء الله عندما أتوصل بالسحب يا أخي، سأثبت لكم مصداقيته وسوف ترون بأم عينكم أن الموقع بجد جد جد ممتاز. على العموم هذه قناتنا الوحيدة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.